مشاهدينا، وللحديث عن الانفلات الأمني في العراق رغم مليارات الدولارات التي أنفقت على القطاع الأمني منذ 2003، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. نرحب بكم دكتور. عليكم السلام. أهلا ومرحبا. عجلة العنف تعود للدوران مرة أخرى في العراق بالتزامن مع استمرار صراع الأحزاب، إلى ماذا ترجع هذه الحالة التي يعيشها العراق باستمرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدفع البلاء عن بلدنا العراق، عن أهلنا وشعبنا، ولكن الأمور تسير كما تفضلتم في اتجاه أن الأمر من بعد 2003 لم تبنى قاعدة بلد، وإنما جاء المحتل والمحتل المركب اللي هو الاحتلال الأمريكي الإيراني المركب على العراق لكي يوصل العراق إلى هذه الحالة التي تخدم المحتل. أولا، أمر البلد ليس بيده. ثانيا، الوضع الأمني يستغل بشكل يكون مفتوح لكل دول الجوار لكي تحقق ما تريد، ويكون الصراع على أشده بين العملاء. وهذا الوصف ذكره القرآن الكريم، بسم الله الرحمن، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كثير من الناس يعتقد أن هناك هذا البيت الشيعي والبيت السني وما أعرف إيش، لكن الصراع على أشده على المكاسب والمناصب، لأنهم هؤلاء ليسوا رجال دولة وإنما هم عملاء يستعملهم الأجنبي لمصلحته. الوضع الأمني مرتبط ارتباطا بالدولة. يعني بعد 2003 للمحتل الأمريكي صمم العملية السياسية لتكون بلا دولة ولا بلا هوية، أولا لأنه الأحزاب الحاكمة هي أحزاب أسست لمصلحة دول أخرى بالأساس، وارتدت ثوب المذهبية لكي تحقق مآربها الطريقة. ولكن على مدى العقدين من الحكم توصل الشعب العراقي إلى قناعة مطلقة بأن هؤلاء الناس لصوص لا يصلحون للحكم، وحدث اللي حصل. أما الآن هذا الصراع ما بين على المكاسب اللي وصل إلى أشده عندما يتوعد المالكي بالدماء، والجانب الآخر أيضا مدجج بالسلاح. لاحظ أنه عملية التمهيد لهذه المرحلة هي بدأت في عهد المحتل الأمريكي عندما أسس جيشا من الدمج من القوات من هذه الأحزاب، وهؤلاء ولاؤهم متعدد، كل حزب بما لديهم فريحون. هذا ولاء. حضرتك تتفق معنا أن الانفلات الأمني هي ورقة لشركاء العملية السياسية للبقاء في السلطة، وهي ورقة لعبت بها تلك الأحزاب والميليشيات في أثناء ثورة تشرين وفي مراحل عديدة للسيطرة على مفاصل الحكم في العراق. لاحظ أخي الكريم أنه هذه الورقة هي ورقة موجودة، وهذه الورقة مصممة من بداية في الدستور ومصممة في العملية السياسية أصلا، لأنه لاحظ كل فترة من الفترات ما هي الأحزاب التي حق لها أن تكون ميليشيا عسكرية. الأحزاب المرتبطة بإيران تحديدا والأسايش اللي هو تابع للحزبين الكرديين، أما الجهة الأخرى لا يحق لها أن تتكلم. هذا عمليا نتكلم عمليا. القضية الأخرى قضية قضية الانفلات الأمني. الانفلات الأمني مرتبط بأنه هل توجد سلطة حقيقية بالبلد أمنيا؟ لا توجد. هل توجد سلطة قضائية؟ لا توجد. الآن القضاء منحاز لطرف من الأطراف، والذي يدفع الفاتورة هذه هو الشعب العراقي. عندما تكون الميليشيات أقوى من الجيش، أقوى من الجيش اللي هو المثل خلينا نقول المظلة الرسمية لأمن البلد، أقوى من الشرطة، أقوى من جهات المخابرات، أقوى من هذا. هو هذا التصميم الذي وضعه بول بريمر والأمريكان للوضع في العراق، وأطلقوا يد الميليشيات لكي تضيع، لكي يحس المواطن دائما بأنهم في فوضى. وهذه الفوضى هي أطلقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية الفوضى الخلاقة، التي تريد منها إضعاف الوضع في العراق وفي المنطقة بشكل عام. لاحظ استغلال الميليشيات والنشر الفوضى ليست في العراق، يعني ليس المقصود به العراق وحده. ولو كان العراق وحده لقلنا أن الموضوع يخص المتصارعين على السلطة، ولكن هذه الميليشيات استخدمت في سوريا،
استخدمت في اليمن وتستخدم في 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 اماكن اخرى عندما يراد لها ربما تتفق في الاهداف الكبيره وهناك فروقات في الامور الصغيره. هل ترى ان تدهور الامن فعلا كما تفضلت الذي تشهده المحافظات هو احدى اساليب شركاء العمليه السياسيه في الهاء الراي العام واشغال العراقيين دائما في ان هناك انفلات امني وليس هناك استقرار؟ البحث عن المشاكل والصراعات هو احد اركان ديمومه هذه الاحزاب، والا لو اتفق الشعب العراقي بكليته على ان هؤلاء يجب التخلص منهم لا كان الامر واضح من ثوره تشرين وقبلها من ثوره 25 شباط ومن قبلها وما المحافظات السته اللي بقت سنه كامله تطالب بمطالب حقيقه كانت تصب في هذا الاتجاه. ومنذ البدايه هذا العله هذا النظام هي مشخصه. هذه الصراعات انا اعتقد انه هي تدار من جهه خارجيه، الهدف منها اولا معرفه قيادات المعارضه للوجود الايراني الامريكي في العراق بشكل حقيقي ومتابعتهم وتصفيتهم، وهذا بلشت من تشرين لحد الان كم عدد الذين تم اغتيالهم وملاحقتهم من قبل العصابات التابعه للاحزاب. اثنين، تغول الميليشيات لهذه الاحزاب. ثلاثه، الصراع على ماذا؟ يعني الصدر والمالك شركاء في العمليه السياسيه منذ بدايته ولحد الان، وزرائهم موجودين ونوابهم موجودين، والكل يتهم الاخر بالفساد والكل فاسدون. يعني الحقيقه الموضوع عندما تتحدث عن طرف يدعي النزاهه، مثل ما دعوا الاسلام والاسلام منهم بريء، لانه حتى الانسانيه منهم بريئه. عندما تجد انه قتل المواطن العراقي من اجل ان يحصل فلان على المنصب الفلاني او على الكرسي الفلاني، وعندما تباع الوزارات والمسؤوليات بشكل علني مفضوح، إذا لا يوجد شيء الذي يدعونه. قالوا وطنية وهم عملاء، طيب. وقالوا الإسلام وهم لا دكتور عفوا لاستغلال الوقت فقط سؤال أخير، هل يمكن أن تفقد إيران السيطرة على الأحزاب وميليشياتها التي تأتمر بأمرتها في العراق ويتجه الوضع في العراق نحو المجهول كما ذكر أو كما ذكرنا بمقولة برهم صالح رئيس الجمهورية؟ أنا أعتقد أنه إيران عندما تفقد الوضع في العراق هذا معنى انهيار إيران، لأن إيران تدير العملية السياسية في العراق منذ بدايتها ولحد الآن بمساعدة أمريكية وبأمر أمريكي. وعندما يراد لإيران أن تفقد أذرعها في العراق، إيران تريد الصراع ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والمفاوضات النووية، هي جزء من عدة تحريك الشارع العراقي والوضع العراقي. وهذا هو كيفيه اداره الصراع مع بين ايران وما بين الولايات المتحده الامريكيه، والطرفين متفقين على ان تكون ساحه الحرب العراق. وبالتالي ايران عندما تفقد اذرعها، والاذرع هذه الاذرع دعمتها امريكا واللي حصلتها امريكا ودعمتها ماليا امريكا. اذا المقصود هو المواطن العراقي بالنتيجه. المواطن العراقي والبلد يعاني منهم منذ الاحتلال وهذا لغايه اليوم. نشكركم الشكر الجزيل الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.